يا مساء الخير، يا مساء الامل، يا مساء التفاؤل، يا مساء كل حاجه حلوه عليكم مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده النهارده من حلقات من يجدها، زي ما عودناكم نبقى معاكم كل اثنين واربع على الهوا من الساعه 12 للساعه 1، بنتكلم في كل الحاجات اللي تهم الاسره وتهم حياتنا، تهم علاقاتنا ببعض، تهم تربيه ولادنا وبعض التفاصيل الخاصه بالتربيه، علشان الموضوع بيبقى صعب مش على كل الناس، لكن في بعض الناس بتبقى محتاجة إرشادات معينة علشان تعرف تمشي بيتها كويس قوي. كمان بنهتم طول الوقت بعلاقاتنا كزوج وزوجة مع بعض، وبنتكلم معاكم في حلقات كتيرة جدا عن بعض الأمور الطبية. من فترة كده اتكلمنا معاكم في الخناقات ما بين الإخوات، وكان في الحقيقة تفاصيل كتيرة جدا 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 داخل الحلقة دي، وكنا كمان عايزين نكمل التفاصيل دي ونتكلم أكتر عن إزاي ممكن أنا كأم وإنت كأب تعرفوا تعلموا ولادكم يتصالحوا، تعرفوا تعلموهم إزاي ما يوصلوش أصلا لمرحلة الخناقات، تعرفوا تحلوا المشاكل اللي ما بين الإخوات. علشان كده احنا معانا دلوقتي على التليفون ضيفتنا اللي منورانا، استاذه نشوى لويز، عضو التربيه الايجابيه من المؤسسه الامريكيه للتربيه الايجابيه، اخصائي تعديل السلوك جامعه عين شمس. مساء الخير يا نشوى. مساء النور. ازيك عامله ايه؟ سامعاكي بس الصوت واطي شويه. بس سامعاكي انت معانا على الهوا يا نشوى، انت كده سامعاني؟ سامعاكي كويس كده. اتفضلي نشوى. اولا انا عايزه اعرف كده ازاي الام ممكن يعني يبقى ليها دور كبير في انها ما توصلش ولادها لمرحله الخناقات. اوكي. بصي، هو في اسباب كتيره قوي احنا قلناها، بس انا هقولها سريعا كده ونعرف قبل وبعد واثناء الخناقه كمان نعمل. تمام. اولا المقارنه، احنا اتكلمنا فيها كتير قوي، ان انا بكون الام بتقارن بين ولادها. صحيح. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اكون كأم بعمل ليبل، بحط مسميات معينه لكل طفل فيهم، ففي واحد اقول له البطل الرياضي، يصحى من النوم مش عارف ايه. ساعات كتيره قوي ببقى بعمل ده وعشان اشجع ابني، بس للاسف الثاني هو بيحس بغيره رهيبه، والثاني كمان اكون مسميه طبعا المتعب، هيصحى دلوقتي، الزمان هيصحى دلوقتي. ساعات بكون انا حاطه اسامي لكل حد فيهم. تمام. ببقى انا متخيله اني بشجعهم بواسطه تصرفاتهم دي، للاسف ده مش بيكون احسن حاجه بالنسبه للاخوات مع بعض. ثالث حاجه ان انا ساعات كتير قوي لما نيجي ندخل جوه الخناقه بلاقيني بقف جنب الضحيه قوي، فبخليها تحب الدور ده جدا، يعني في طفل مثلا يحب دور قوي الضحيه حتى لما يكبر يحب يعيش نفس دور ده. الضحيه. الاخ الثاني اللي هو يفضل دور المعتدي دايما هو اللي بيضرب، فبرضه هيفضل يحب الدور ده بتاعه. دول ثلاث اخطاء كده بيخلوا فيه غيره بين الاخوات وبينه بعض، وبالطبع بتخلي الخناقات بتزيد كتير قوي. نتصرف ازاي بقى؟ هنقسمهم لثلاث مراحل. اول حاجه قبل الخناقات اللي هي الوقايه كده خير من العلاج، اولا شجعي كل تصرف حلو بيعملوه مع بعض، صوري صور كتيره للحظات الحلوه اللي بينهم، اي كلمه حلوه قالوها لبعض سجليها على الموبايل، او اكتبي كده، اجيبي اجنده واكتبي كل واحد فيهم بيقول ايه للتاني. تمام. تاني حاجه برطمان الحب، كل ما يعملوا حاجه حلوه لبعض يساعدوا بعض، نكتبها في رساله ونحطها جوه البرطمان ده لحد ما البرطمان ده يتملي، ونحتفل بالانجاز ده مع بعض ان هم بيقولوا كلام كويس لبعض. ثالث حاجه شجعي روح الفريق ما بينهم، بدل ما بننافس ما بينهم ونشوف مين هيدخل ياخد شاور الاول او فريق واحد هيغسل ايده الاول. بالعكس احنا اللي بنعمل المسابقه معاهم، نقول لهم ها الفريق بتاعي مين اللي هيكسب، انا ولا انا، ممكن نعمل ده بصوره لعبه عشان يبقى هم يحسوا دايما ان هم فريق مش ان هم متنافسوا مع بعض. رقم اربعه قل الكوبايه باستمرار. يعني ايه؟ يعني كل طفل محتاج بنتكلم عنه دايما الكواليتي تايم، الوقت المخصص بتاعه، كل واحد كل طفل فيهم يكون ليه الوقت بتاعه، ويبقى عارف كل طفل ان النهارده ميعاد اخويا ومامي هتقعد معايا وبكره معادي انا. تمام. دي تمام. كل الحاجات اللي هي قبل من الخناقه تحصل. طيب لو الخناقه لو الخناقه بقى بالضبط حصلت يا نشوه، وانا كده كأم وسط الخناقه، وانا المفروض دوري يقول لي انه لازم اكون ام منصفه، تمام، بس انا شايفه انه في طرف جاي عليه الطرف الثاني اكتر شويه، المفروض اكون ازاي منصفه حتى لو انا شايفه انه مثلا الاخ الكبير بيأذي الاصغر، او الاصغر متدلع شويه عن الكبير، فقولي لي كده ابقى منصفه ازاي؟ ما مبدئيا زي ما انا قلتها قبل الخناقه ما تحصل، ان انا لما باجي ادخل الخناقه انا ما ينفعش خالص اكون انصف حد عن التاني، لان اللي بنصفه ده اصلا هيحب دايما ان هو يعيش في دور الضحيه، فطول الوقت مستني حد يجيب له حقه او ان هو يعمل التصرف.
انتي فاهماني؟ والمعتدي اللي هو الاخ الثاني بيحس ان ماما دايما ضدي، فبرضه بتكبر عنده الحكايه دي، وده بيحصل كمان غيره ما بينهم، فده مش هيقلل من الخناقات، بالعكس هيزودها. يعني لو فكره انصافي للقصه هو بالطريقه اللي انتي بتقوليها دي، فده بالعكس ده هيزودها كتير جدا. طب ما هو طبيعي، طبيعي انه لما بيحصل خناقه فيها طرف جاي على طرف، هل المفروض ان انا اكون في النص كده وانا شايفه انه في حد مظلوم اكتر؟ طيب انا هجاوبك على كل الحاجات اللي انا هقولها، ولسه لو لسه ما لقيتيش اجابه في النقط اللي انا هقولها اوكي انا سامعاكي، نعملها تاني. اول حاجه حاولي ما تتدخليش، لو الخناقه بسيطه اعملي نفسك مش واخده بالك، اديهم فرصه حلوه يحلوا مشاكلهم بنفسهم. تمام؟ تمام. وبالعكس بعد ما يخلصوا الخناقه تشجعيهم، اذا انا مبسوطه قوي ان انت عرفتوا تحلوا مشكلتكم مع بعض. هي دي الاخوه، ودايما لما بنشجع بنشجع بالقيمه، ما بنقولش انتوا شاطرين كلمه كده مع عايمه، لا احنا بنتكلم على القيمه، فانا لما اشجع اربط بالقيمه، فبقول لهم هي دي الاخوه، فده أوكي. بنتعلم منها ان هو دي الاخوه. تاني حاجه، حد ضرب اخوه والموضوع زاد، محتاجين نتدخل، لازم لازم ابعد الاثنين عن بعض، ده اول حاجه. ومن العدل ان انا نسمعهم الاثنين، هبتدي باللي بيعيط او الموجوع الاول، ممكن اسمعهم بطرق مختلفه، ممكن مثلا يكتبوا مشاعرهم بطريقه، ممكن واحد يكتب، ممكن واحد يرسم، ممكن يعمل، نشوف ايه الطريقه اللي هو بيحب يعبر بيها عن نفسه. وانت داخله خناقه رقم ثلاثه، عشان تفصلي ما بينهم، ما تاخديش جنب حد منهم ارجوكي. العدل هو الكلمه كلمه السر لحل الخلافات. اوكي؟ رقم اربعه، بتفكريهم تاني بالحدود. بحب وحسم، انت عارف اني بحبك، بس احنا متفقين ان مش مسموح حد فيكو يضرب التاني، لان كل واحد فيكو غالي. اوكي؟ او ساعات لو كلمه بحبك وقتها بتبقي انت تقيله كده على قلبك ومش قادره تعمليها، ممكن تشجعيه، قولي له انت فاكر امبارح لما تصرفت كذا مع اخوك، وهتتصرف معاه كويس وما مديتش ايدك عليه، انا مصدقه ان انت بكره وبعد هتقدر تعمل ده كويس. تمام. رقم اربعه، انت خليك قدوه، الام محتاجين تكون هي قدوه، اهدي انت الاول قبل ما تدخلي، اعرفي كويس قوي انك داخله وسط نار قايده اصلا. فلازم تبقي عارفه ده عشان تدخلي بهدوء، عشان تعرفي تتصرفي مظبوط. اوكي؟ تمام. دي كل ده انا كده جاوبتك يا سيلي. واقول لك لسه بعد الخناقه اعمل ايه ولا لا؟ قولي لي بعد الخناقه نعمل ايه، بس قولي لي كمان الاهم من ده، انه ازاي اعلم واحد من ولادي ان هو اللي يبادر، يعني او اعلمهم هما الاثنين انه مر عليك ومر على اخوك، او مر عليك ومر على اختك، علشان ما يبقاش طول الوقت واحد مستني ان الثاني هو اللي يبادر، فيكبر على فكره انه لا انا مش بصالح ومش بتاسف. يبادر انه ايه؟ يتاسف ولا يبادر انه ايه؟ يصالح ويتاسف لو هو اللي غلطان. اوكي، ما احنا ما هو احنا بعد الخناقه، لما يعني لما بقى اثناء الخناقه انا بسمع الاثنين، انا ما مش بجادج، مش بقاضي مين صح ومين غلط، انا بسمع بحتوي بس. أوكي. لكن بساعدهم بعد الخناقه باسئله فضوليه تساعدهم ان هم يفكروا في حل المشكله اللي هم حصلت لهم. فانا بالنسبه لي مش الهدف انه واحد يتنازل والتاني يعديها، لا هو اتنازل امبارح فانا هتنازل النهارده، ده هيبقى سبب برضه تاني، يا ماما ما انا عملت كذا امبارح وانتي شفتي، ونبدا بقى احنا في ان المره دي انا عملت يبقى هو المره دي يديني، يبقى لازم عشان ادي لازم اخد. بالعكس انا عايزه اعلمهم المهاره بتاعت ان هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم، انا ما علمتهمش حاجه. صح. انا ايه اللي علمتهم؟ ان هو يتنازل. يعني مش مهاره، مهاره التنازل دي مش مهاره. صح. انت فاهماني؟ لكن صح. مهاره الاعتذار مهاره، نيجي نقولها بعد الخلافات لما تحصل. انا هقولها لك، بعد ما المشاعر خرجت بقى وسمعنا الاثنين كويس قوي وخلاص البيت الحمد لله بقي هادي، نقعد كده في اجتماع للاسره او الفاميلي ميتنج اللي بنقول عليه، او نسميها ترابيزه السلام. الترابيزه دي بتاعه السلام، هنعمل ايه في ترابيزه السلام دي؟ نبتدي نسال، ها ايه الاخبار؟ ايه المشكله كانت عن ايه؟ انا بتكلم عن المشكله، ما بتكلمش عنهم كاشخاص. فهماني؟ فده بيفرق كتير جدا، ان هو مش بيحس باي اتهامات ليه كشخص او كانسان، بيحس ان هي في مشكله ومحتاجين نحلها. تمام. مثلا هندي تايتل الريموت. اوكي. طيب ايه، فنبدا نسالهم، طيب إيه نحل المشكله دي ازاي؟ ايه الحاجات اللي ممكن تفكروا فيها نساعد بعض ان الموضوع ما يتكررش كتير؟ تمام. فيقولوا مثلا ماما ممكن تساعدنا، او ممكن يقولوا انه كل واحد ياخد لنا نص ساعه، ونبدا نفكر في الحلول دي ونعمل حصف ذهني كده في الحلول دي. تمام. طيب بعد ما هم اقترحوا الحاجات، طيب بنشوف احسن حل، بنقعد نفكر، طيب لو خدنا كل واحد نص ساعه التاني هيقدر يستحمل، بنبدا نشوف عواقب الاختيارات اللي هم اختاروها. تمام. ليه؟ عشان هم يقدروا يشوفوا انه بعدها في حاجه. فلازم يتاكدوا انه، طب لا انا مش هقدر استحمل نص ساعه، انا ممكن استحمل ربع ساعه، طب اقول لك على حاجه، تيجي نجيبها باليوم، لا باليوم هيبقى صعب عليا.
فنبدا نشوف ايه افضل حل. لازم نطلع من القعده الصبح اللي هي ترابيزه السلام دي بحل احنا هننفذه. طيب ولو ما حصلش الحاجات دي تحب ماما تتصرف ازاي في الوقت ده؟ انت تحب لو انت ما اديتش لاخوك النص ساعه بتاعته بتاعت الريموت مثلا بتاعت الموبايل، انت ممكن تعمل ايه؟ في اطفال مثلا شاركوني مثلا ماما انا ممكن ادفع له فلوس او انا ممكن اديله ياخد هو ساعه ما دام انا ما خدت نص ساعه بتاعته. تمام. طب نطلع بحل وبنبدا بقى نشتغل على الحل ده ونكتبه في الاوضه ونشتغل عليه. هنشتغل عليه. بشكرك جدا 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 استاذه نشوى لويز عضو التربيه الايجابيه من المؤسسه الامريكيه للتربيه الايجابيه اخصائي تعديل السلوك جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لمعلوماتك القيمه. هخرج معاكم لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم معاكم عن مبادره كتاب لكل طفل لانه مهم قوي 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 نعلم ولادنا فكره القرايه طول الوقت علشان دي بتوسع مدارك الاطفال جدا، بتكبرهم عن سنهم ذهنيا وعقليا، فخلينا نتكلم في ده بس بعد الفاصل. برحب بيكم مرة تانية بعد الفاصل. الحقيقة ان احنا الفترة اللي احنا فيها دي يمكن من اصعب الفترات اللي عدت علينا على مدار حياتنا، والحقيقة انه الولاد ما عندهمش اي استعداد انهم يمارسوا اي حاجة ليها علاقة مثلا بالاشغال اليدوية او الاكتيفيتي او الانشطة اللي بنعملها في البيت، فبالتالي بقى معظم الاطفال يا اما ماسكين اي جهاز الكتروني في ايديهم يا اما عينيهم وراسهم وتركيزهم وكل حاجة مع التلفزيون طول الوقت، فطبعا ده بيأثر بشكل سلبي على الأطفال. فعلشان كده حبينا النهاردة نتكلم على جانب مهم جدا 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 لازم احنا كأباء وأمهات نهتم ونعتني بيه جدا، هو القراية عند الأطفال وازاي نحببهم في ده. فالحقيقة ان احنا النهاردة معانا نموذج لأم اهتمت جدا بالجانب المعرفي لولادها علشان ما يبقاش كل اهتماماتهم الالكترونيكس او الحاجات اللي بتوقف الدماغ للاسف الشديد وبتخلي انه الولاد بيخرجوا تماما من المجتمع اللي حواليهم، بيعيشوا في مجتمع كده او حياه خاصه بيهم هم لوحدهم. النهارده معانا الام دي وهي نورتنا الحقيقه من الفيوم عشان تكلمنا عن مبادره هي عملتها اسمها كتاب لكل طفل. خلونا نرحب دلوقتي بضيفتنا اللي منورانا استاذه انجي فوزي مؤسسه مبادره كتاب لكل طفل. منورانا انجي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ميرسي كتير. ومنورانا انك جايه لنا من الفيوم. ميرسي. اخبار الفيوم ايه واخبار كورونا هناك كويسة. ايه؟ كويسه عم برام بيسلم عليكم. سلم لنا عليك كتير. طيب انجي انا عايزه الاول كده تعرفيني بنفسك، وانا عارفه انك مدرسه بس محتاجه بقى الناس تعرف انت مدرسه ايه وبتعملي ايه وتعليمك وولادك وكل حاجه. طيب هو مبدئيا بس انا هفاجئك، انا ما كانش تخصصي اصلا تدريس او تربيه وتعليم، انا كنت ارشاد سياحي فكان تخصصي اللغه اكتر انجليش تمام، بس انا كنت حابه جدا الشغل مع الاولاد اوكي، فبدات اشتغل معاهم حتى من وانا في الجامعه. قررت اول ما اتخرجت لا انا همشي في السكه دي، فاخدت دبلومه تربوي تمام، مشيت في الموضوع ده. بدات ان انا بقالي حوالي 10 سنين بتعامل معاهم مراحل مختلفه، بدات احتك بيهم، فادركت ان التعليم اللي بيحصل في المدارس عندنا مش هو ده التعليم اللي يبني شخصية طفل. يعني لو هنتكلم عن ان المدرسة بتقدم تعليم اللي هو ABC ألف ب 1 2 3، سوري ده يعني جانب واحد في شخصية طفل كامل، ليه مهارات تانية، ليه قدرات، ليه امكانيات عقلية بس. فبدأت من هنا احس ان لا احنا كده لا في حاجة في ميسنج يعني بوينت تمام. فبدأت ان انا ادرس، طب اشوف طب بره مصر بيعملوا ايه، طب اتواصل مع ناس بره مصر، طب المناهج شكلها ايه. فكانت من هنا بقى الجاب والفجوة ان اكتشفت ان لا ده بره في مناهج كتير جدا غير المناهج بتاعتنا، الناس كمان بره بيعتمدوا كمان في التعليم على ان هو يشغل الطفل في كل مهارات وكل امكانياته. جت من هنا بقى الفكره، الموضوع زاد اكتر بعد ما جبت ابني، بقيت انا كمان بدور عايزه الافضل، يعني انا كمان عايزه ابني يطلع يشوف الافضل بس. فمشيت في السكه دي، اخدت كورسات اونلاين كتير في مؤسسات بره مصر تمام، بقت بره بيعملوا كل فتره كده زي قعدات الامهات مع بعض يفيدوا بعض. خلاص جت من هنا الفكره بقى بتاع مبادره الكتاب، وقبله كان في جروب ان انا بفيد بيه الامهات بس كده يعني. جت من هنا. انت دلوقتي مدرسه انجليزي؟ انا حاليا ستيل مدرسه انجليش في مدرسه عندنا لغات في الفيوم تمام.
بس فمشيت بقى الموضوع معايا من هنا. طيب انا قبل ما اتكلم برضو على المبادره، بما انك يعني اطلعتي على حاجات كتير وطلعتي على دول العالم حوالينا بيعملوا ايه وعندهم ايه، انا عايزه اتكلم معاكي على مفهوم كده او مصطلح اسمه الهوم سكولينج. ده الجروب بتاعي بالظبط. فانا عايزه اتكلم معاكي ايه هو الهوم سكولينج، وليه مش منتشر عندنا زي ما هو منتشر بره، والحقيقه انه لما اتحطينا في الوضع ده ما بقيناش عارفين نمشيه صح زي ما هو ماشي بره، فبقت الناس مش عارفه ايه هو كويس قوي وازاي يمشي الهوم سكولينج، ودي حاجه مهمه جدا. طيب هو مبدئيا ده كان حاجه من ضمن المناهج اللي لفتت انتباهي جدا بره، ان في كندا استراليا امريكا وصل الموضوع ان كل ولايه عامله اصلا ليها دعم الامهات الهوم سكولينج وبيدعموا بعض، لدرجه انك لو حبيتي تدخلي على جروب عندهم يسالك انت انهي ولايه عشان يقدم لك الدعم. اوكي لقيت ان الجزائر ماشيين الموضوع ده كويس جدا، السعوديه تمام، الامارات، احنا عندنا في مصر في دروب، بس ان شاء الله مع النظام الجديد دكتور طارق شوقي يعني راجل يحترم جدا هو عايز يعمل طفره، بدا الموضوع ده يعني الناس اكيد متابعين ان بقى دلوقتي هو لاغي خالص فكره الدروس الخصوصيه معتمد على فكره الاونلاين، فده قريب كتير من اللي انا بتكلم عنه، مش انا بس، هو الحقيقه انا وامهات كتير جدا عايزين يطبقوا ده. هي جات لي فكره الهوم سكولينج، بصي هتكلم الاول عن الهوم سكولينج بسرعه واقول لك برده مميزاته وعيوبه عشان مش كل الناس هتنفذه. مبدئيا الهوم سكولينج هو مش هنلجي للمدارس في مصر لان مش كل الناس هتقدر تنفذه طبعا. هي فكره موازيه للمدارس بس هتساعد، بمعنى ان دلوقتي في امهات كتير بتدخل مدارس خاصه، مدارس انترناشونال، مدارس لغات، ومع ذلك بيطلعوا بره يدوا كورسات، يدوا تنميه مهارات، يدوا، لان المدرسه مش بتوافي ده خلاص. فكره الهوم سكولينج ان ماما هي بتشتغل مع الطفل بالمناهج اللي هي شايفاه مناسبه لقدراته. ما هو احنا عندنا في الكلاس مثلا 30 مثلا طفل، مش كلهم قدراتهم واحده. يعني ايه المناهج المتناسبه مع القدرات؟ يعني انا اللي بجيب منهج وانا اللي بدور عليه. بس بيبقى دعم من الوزاره، تمام، دعم من السفاره مثلا، يعني في السعوديه في الامارات بيمتحنوا في السفارات. احنا عندنا دروب في مصر ان الفكره اوكي ادرسي براحتك هوم سكولينج، طب الشهاده، ما انا عايزه شهاده لابني، دي بقى مش موجوده، تمام. طيب طبعا مش كل الامهات عندها فكره اني اقدر اكمل مع ابني، اوكي، بس في امهات عندها. طب ليه ما نطرحش الفكرتين؟ يعني هقول لك عيوب مثلا الهوم سكولينج ايه. موضوع الترابط الاجتماعي، او ان الطفل هيبقى مجتمعيا منعزل عن اصحابه. طيب معلش سوري، يعني ما احنا في مصر يعني بعيده عن التعليم الخاص والانترناشونال لانجويج سكولز، طيب ما هو التعليم الحكومي مشاكله كتير واللي بيجي ضرر اكتر منه. تاني حاجه فعلا هي المناهج، زي ما حضرتك كنتي بتقولي مش كل الامهات عندها فكره ان نجيب منهج، طب هشتغل مع ابني ازاي. بس في ناس عندها، خلاص نخف اللود شويه عن المدارس ونفتح للناس دي ونقنن الموضوع يبقى ليه ضوابط، تمام. معلش يا انجي، يعني انا بس في نقطه انا محتاجه توضيح اكتر فيها. هل الهوم سكولينج ده انت بتقولي متوازي او هو طريقه موازيه للمدرسه؟ ماشي، لكن ده مش معناه انه حتى الامهات اللي هتتبع نظام الهوم سكولينج هتسيب عيالها المدارس. بره بيعملوا كده، عندنا في مصر للاسف مش مسموح عشان موضوع الشهاده، فاحنا مشينا بمبدا ايه اللي هو يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. طب نستفيد، اوكي، فبدات بقى بفكره الجروب ده وبدانا نجيب المناهج من بره، تمام، مناهج كتير قعدت احاولي اجمع في داتا كتيره جدا. طب انا كده مش كأم، انا مش كده بدبل او بدبليكيت المناهج. صح، عندك حق، بس سوري، هي مناهج المدرسه ايه؟ هو الولد بعد ما بيخلص السنه بيبقى فاكر اي حاجه من مناهج المدرسه؟ لا، بس هو بيمتحن فيها بيقعد يذاكرها. دي بقى المشكله اللي احنا بنطالب ان هي، ما هي اوريدي فكره الهوم سكولينج مش موجوده في مصر، تمام، عشان حضرتك بتقولي عليه ده. فاحنا بنطالب بفكره ايه؟ ان يسمحوا، يعني الوزاره تحط ضوابط، خاصه ان دلوقتي اوريدي خلاص، ما هو يعني الوزير بيقول الناس هتروح 3 ايام، الناس هتكمل اونلاين، الناس، طب خلاص نعمل نخف اللود. هقول لك كمان مميزاتها ايه، ان مثلا انا ابني مش ميوله مثلا في الماث قوي، طب ليه افضل ادي ماث؟ انا هدي طبعا الفكره العامه عن الماث، بس يجي في مثلا في مكان زي الثانويه العامه اللي هو اصلا مستقبله كله فيها، لما يلاقي ان الماث هو اللي غير طريقه حياته او سكته وهو مش ميال ليه، تمام. بس فهي فكره يعني باذن ربنا الدنيا في مصر الفتره اللي جايه ماشيه في سكه كويسه قوي في التربيه والتعليم. هي الفكره حلوه قوي، بس هي محتاجه تطبق. طبعا، ما هو ده بقى اللي بنقول ان احنا محتاجين الوزاره بالظبط. لانه انا مثلا كأم، انا هكلمك من منتهى الصراحه، اكيد في امهات كتير دلوقتي بيشوفونا عندهم نفس اللود او الضغط. لما انا هيجي لي مثلا
حتى لو ابني صغير مثلا في اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي عنده مثلا 5 مواد او 6 مواد وانا مضطره انه لازم يذاكر المنهج ده كليا وجزئيا عشان هيمتحن فيه حتى لو مدرسه انترناشونال تمام، وانا بعدين اقوم جايبه له منهج ثاني، طب ما هو اصلا ده لود عليا كأم، خاصه لو الام دي بتشتغل، ولود على الطفل الصغير بقى اللي بنقوله بقى بيحط كميه حاجات في دماغه مش هيعرف يركز. احنا بقى بنطالب يعني مجموعه من امهات كتير ان خلاص يا جماعه افتحوا باب الهوم سكولينج، افتحوه، مش لازم ابقى مطالبه بقى، يعني في مصر انت مطالبه فعلا انك تشتركي في مدرسه، فخلاص قننوا الموضوع وخلوه مفتوح بس يعني مش اكتر. تمام. طيب انا عايزه اتكلم بقى، المبادره جات لك قلتي لما حسيتي انه انت محتاجه انه ابنك يعرف حاجات افضل حاجات احسن فقررتي موضوع المبادره ده او فكرتي فيه. تمام. عايزاكي بقى تكلميني عنها بالتفصيل. طيب هو اي الموضوع جه من فكره الجروب فعلا، احنا لما بدانا الجروب وبدانا ان ندي ماتيريالز الامهات بدات تتفاعل مع الموضوع جدا. تمام اوكي. فاللي حصل ان لقينا الناس بتصور مناهج كتير من الحاجات دي وبتحطها، طب خلاص كويس، في امهات هي عايزه تمشي في السكه بس مش اكتر، ان ناقصها ان حد يزودها بالمعلومات، في ولاد عايزين يقروا. جت فتره الحظر زي ما حضرتك قلتي في البدايه، خلاص الولاد مش وراهم غير الموبايل غير التاب. طيب فبدات من هنا بقى ان طب يا جماعه لا هنعمل فكره جديده ترجع الكتاب الورقي بتاعنا بتاع ايامنا احنا، اللي هو الكتاب اللي نقعد نقرا ونعمل اكت، بس طبعا السن بتاعنا صغير يعني الجيل الجديد ما ينفعش تديله ستوري تقولي له اقرا، هيقرا صفحتين ونقول طب ويقوم. طب نعملها ازاي؟ طب نعملها بشكل اكتيفيتي، انه يبقى مضطر يقرا مثلا المعلومه اللي فوق او الستوري عشان يطبق الاكتيفيتي. جات لي الفكره بقى ان طيب هنعمل كتاب فكرته ان هو مش كتاب مطبوع، يعني مش بعمل نسخه واصور منها او اطبع، لا احنا بنعمل ايه؟ ان بتواصل مع الماما بتاع الطفل، اوكي، باخد عنه كل بياناته كل ميوله، هو بيحب ايه، ميال ايه، طب ايه الكرتون اللي بيحبوا، الحاجات دي بناخدها بنعملها ديزاين جديد ندخلها في شكل اكتيفيتي احنا معانا منها عينا داتا، اوكي، بشكل ان هو خلاص انا واحد بيحب الفضاء مثلا، خلاص هنديله كل الانفورميشن بتاع الفضاء وفي نفس الوقت كمان يبقى في اكتيفيتي هو يعمله. بس من هنا جت الفكره، بدانا تطبيقها من شهر. موضوع نشكر ربنا اتعرف في مجموعه سفرت بره مصر سلطنه عمان، ووصلنا لحوالي 100 كتاب دلوقتي وشغالين في الموضوع. يعني انت بتاخدي بيانات خاصه بكل طفل على حده وبتعملي كتاب لكل طفل على حده، حتى لو طفلين نفس العمر كتابهم مش بيبقى واحد لان ميولهم مش واحده. طب يعني لو اخين او اختين او اخ واخت في نفس البيت بتعملوا لهم كل واحد كتاب لوحده؟ وده فعلا موجود معانا 3 اخوات كل واحد فيهم كتاب لوحده غير التاني. طب حلو، هو يعني على ما الصور تجهز. انا عايزه اعرف انت دلوقتي بتقولي انه تقريبا في 100 كتاب اتعمل اوريدي وراح سلطنه عمان، منهم مجموعه. اوكي، لكن ما فيش حاجه لسه في مصر؟ لا في، ما هو الماء ده جزء سافر بس باقي كله اوريدي في مصر. كل ده كتب اهو، يعني البنوته دي سن صغير جدا 1.5 سنة، اوكي، فماما كانت محتاجه كتاب، هنوقف معلش ثواني، كانت محتاجه كتاب ان هي ماما مش عندها موهبه انها تحكي، فكتاب يا دوب تقرا منه وتوصل المعلومه. تمام. اوكي، في عايزه في كتاب عن الفراعنه او قدماء المصريين، كان الولد بتاعه ولد عبقري صراحه، عامل قناه على اليوتيوب. ودول ايه دول؟ ده اطفال صغيره جدا بننمي مهاره الكتابه، طبعا ممنوع القلم في السن ده. هو بيلون بصوابعه. ده بتاع الفراعنه؟ معلش. تمام. عايزه بدايته اللي هو من اول الهرم. الولد ده عنده قناه على اليوتيوب بيتكلم اصلا عن الفراعنه. ده عنده قد ايه؟ عنده 11 سنه. فمامته كلمتني قالت لي ان هو بيحب الموضوع ده، فعملنا الكتاب. هو لسه هيجي انجلش. تمام. طيب هو هيجي اوكي بنفس الفكره. طيب انت بتحب الفراعنه، طب تعالى بقى هندخل اكتيفيتي في وسط الموضوع، يلا حل ده، طب يلا هنتعلم اللغه الهيروغليفي. تمام. وما يقابلها بالانجلش، واكتب اسمك عشان انت كينج، فاكتبه جوه الخرطوش الملكي. الله. اوكي. في واحد تاني ولد مامته قالت لي برده سن صغير قوي 7 سنين، وقالت لي بيحب السولار سيستم والفضاء والسبيس وكده، طيب يبقى انت استرونوت، يلا تعالى اعمل الروكت بتاعك، طب يلا انفورميشن عن السولار سيستم، خلاص عن البلانيتس. طب يلا خلصنا اهو. تمام. ده بتاع السولار سيستم. هو استرونوت اهو، هو راسه هو حتى وشه على شكل استرونوت، يلا حل الميز دي عشان توصل للبلانيت معين. في تاني بعد ما عملنا ده ولد بيحب الكوره جدا، يا روحي، طب يلا عدي الميز عشان توصل للكوره. طبعا كل ده فيه ستوري فوق.
ايوه انا كنت لسه عايزه بقى تشرحي لي اكتر الرسومات دي معناها ايه، بس خلينا نخرج لفاصل تمام ونرجع نكمل كلامنا في كل الكتب دي. فمستنيينكم مره تانية بعد الفاصل، ما تنسوش احنا لايف معاكم على الفيسبوك لو عندكم اي سؤال، تليفوناتنا كمان مفتوحه لحضراتكم، هنرجع لكم مره تانية مع ضيفتنا بعد الفاصل. على الأم أن تتجنب الشكوى من طفلها أمامه لأبيه أو لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، لأن هذا يقلل من قيمة الطفل أمام نفسه، بل احرصي على مدحه على كل فعل حسن فعله خلال اليوم، وهذا يحفزه على مزيد من السلوكيات الحسنة ويزيد من ثقة الطفل بنفسه. لسه مكملين حلقتنا معاك وبنرحب تاني بضيفتنا أستاذة إنجي. قبل الفاصل اتكلمنا وشفنا بعض الصور للكتب، بس أنا عايزة أفهم، احنا شفنا دلوقتي على الشاشة مع كل المشاهدين أكتيفيتيز موجودة داخل الكتاب مع صوت الطفل، طب هي فين يعني فين الحكايه او معلش الصوره مش واضحه، بس هم قالوا هيبينوها. طيب اوكي قولي بقى وانت اشرحي لي، يعني لو هي مثلا ما بنتش ايه اللي بيحصل او ايه اللي مكتوب فوق؟ طيب في صوره بتاعه بلانيت طيب لحد ما تيجي، هو طبعا ده الولد قلت لحضرتك كان هو حابب الكواكب حابب كده، فجبنا هو سنه 7 سنين فما كانش لسه كمرحله عمريه درس الحاجات دي. اوكي اهي اوكي الكتابه اللي فوق، طبعا هي مامته كانت عايزه الكتاب انجليش مش عربي، الكتابه اللي فوق كلها بنشرح السولار سيستم، طب ايه هو اقرب كوكب، طب ايه ابعد كوكب، طيب ايه الكوكب اللي احنا عايشين عليه، طب عندنا كم كوكب. اوكي دي كلها معلومات. اللي بعدها بقى اكتيفيتي، انت طبق بقى، طيب السولار سيستم فاضي جايه بعدها طب بصي هنعلق على كل صوره هتجيلنا لان الصوره مش مترتبه. برضو سنها صغنن، مامتها كانت عايزه تمشي معاها الساينس شويه، ده اهو عندي سن 5 سنين تمام. فطبعا القرايه بالنسبه لهم فوق مكتوبه اهو ان انت ابتدي قسم، عندك تيبل للبلانيتس تمام وتيبل تاني اهو، قسم من تحت بالمقص بتاعك واستخدم وحط لنا يلا البلانيتس في مكانه، فده ساينس شويه حلو. او بتعلمه كمان الكنترول في ماسكه المقص او كده. ده سن صغير جدا جدا، كان ده بيوصل. ده ماما كانت الحضانه قفلت طبعا فعايزه حاجه بديله للحضانه، فكان الاكتيفيتي اللي قبله الفايف سنسز. اوكي طيب اتعلمنا النوز بنعمل بيها ايه، الاي طب يلا بقى وصل. أوكي. فكل حاجه المعلومه فوق مكتوبه عربي او انجليش حسب ما ماما زي ده طب اتعلمنا، طب يلا حط بقى قص وبرجع كل حاجه مكانها، الاي مكانها فين، طب النوز مكانها فين. في كتب بتتباع بره فيها الحاجات دي؟ بس مش بتبقى يعني بتشتري كتاب كامل تلوين كامل، ميز كامل، متاهات كلها كامله خلاص، دوت دوت كامل. اوكي بس فكره ان ابني بيحب كذا اوكي، او ان الاكتيفيتي يبقى بتاعه هو بصورته هو عليه، القصه موجهه ليه، فطب لا يلا هنقرا، هنبتدي نقرا خصوصا السن الصغير ده، نقرا جمل، طب شويه هنقرا كمان انجلش، في حاجات كمان منهم اكتيفيتيز ان يلا هنقرا الكلمه بتاع الانجلش وندور على الصوره ونلونها. فالموضوع بقى ماشي مع الولاد، بقى الناس مبسوطه جدا ان احنا عايزين الكتاب 50 صفحه. أيوة. عشان ما احنا دلوقتي احنا خلاص سيبنا التاب وسيبنا الموبايل وقاعدين دلوقتي ماسكينه. يعني الكتاب بيبقى تقريبا كم صفحه؟ 20 صفحه. ده معاكي نموذج منه؟ معايا نموذج منه. اوكي زي كده، دي بنوته مامتها قالت لي احنا بنحب العرايس موت ولعبه العرايس على الموبايل يعني تعبانه، طب ليه على الموبايل، يلا قصي وكملي يلا واعملي العروسه اللي انت عايزاه، يبقى هنقص هنا وهنلبس وتختاري اللي هي عايزاه وتلبسه وتلزقه على الشكل. هنا بتحب الميك اب ارتست موت، فمكتوب لها فوق ان انت جريت ميك اب ارتست. اوكي طب يلا وريني انت عايزه انهي موديل وكونيها. دي الحاجات دي فعلا بتبقى نازله ابلكيشنز او جيمز على الموبايل. طب انا ليه الجا للابلكيشن، ليه لما انا عندي ليه يعني هم بره بيصدروا لاولادنا احنا الحاجات اللي يقعدوا يلعبوا عليها هم مش بيعملوا كده. اوكي دي حاجه كانت بتحبي فيها بقى يرفعها شويه عشان ده يعني احنا بنذاكر ماث بس في شكل لعبه، يلا قولي لي هاو ميني مثلا بلان، هنعد ونكتب، ادي كده ماث اكتيفيتي ماث مكتوب فوقيه برده مطلوب منه ايه اوكي بلس بس بشكل جديد، بدل ما اقعد اقول له اللي هو حط على ايديك ودماغك والكلام ده ومش عارفه ايه، لا يلا هنحل بلس بشكل جديد،
ده بحبه جدا، ده هو عشان يلون الصوره. واضح ان الطفله دي بتحب الماث. صح، مامتها كانت طالبه حاجه تشغل دماغها جدا. فدلوقتي بدل ما اقول له لون الصوره على طول، لا، اعمل السبتراكشن، اعمل الاديشن، وروح شوف الانسر بتاعته كام وارجع لون بقى الكار. فشوفي اكتيفيتي ده يبعده عن الموبايل قد ايه، وفي نفس الوقت هو لازم بس هو ده نفس النظام اللي بيدرسوه للولاد، او نفس السيستم بيدرسوه للولاد في الاي جي والامريكان سيستم. برافو، هو ده اللي كنت بقوله، ان احنا ندي المعلومه فكره اكتيفيتي. ليه اقول له تعالى ذاكر؟ طب ما انا ليه ارص له مثلا 20 مساله ماث واقعد حل؟ ما هو مش هيحلهم، ما هو هيحل اتنين ويقوم. طب انا ممكن اقدم معلومه في شكل لعبه وانا ضحكت عليه، انا خليته يذاكر. اوكي، ده حاجات اي كيو صغيره، دي بتتوزع على طلبه الجامعه. كنت لسه بقول لك، يعني كنت لسه عايزه اقول لك انه مش لازم كمان الطفل، يعني لو الطفله دي بتحب الماث ماشي، انا ممكن يكون ابني او بنتي مش بيحبوا الماث اصلا، وانا عايزه احببهم شويه بشكل غير مباشر، فاجيب لهم حاجه زي كده فيعرفوا يعملوها. ده الجرافيك ديكتيشن، انا برسم بس ايه بحساب الدوت النقط عشان تطلع الرسمه دي، شوف عد كام دوت هنا وانقلهم عشان تطلع الرسمه دي. اوكي تمام. دي على لعبه موبايل اصلا، احنا كنا بنلعبها على الجيمز بتاعتنا زمان. طب ليه تلعبها على الجيمز؟ قص الاشكال دي، يلا وهنلزق الموديل ده وهنعمل زيه، واقعد فكر كل ده مكتوب. ممكن نلونهم بنفس الشكل، ممكن، بس هي اكتر طبعا السن الاكبر بيحب القص واللزق، واقص واستخدم المقص. نفس فكره برضو، بس دي عن الليفنج ثينجز والنون ليفنج ثينجز، ده درس عندهم ساينس، ده درس اصلا ساينس. ده درس ساينس. طب ليه اقعد اقول له اقرا وقول؟ طب خلاص احنا قلنا ان الليفنج ثينجز اللي هي كان breathe كان eat كان drink، النون ليفنج ثينجز اللي كانت breathe. طب يلا تعالى بقى نشوف ايه كان breathe، ويلا نقص ونلزق. تمام، اوكي، يلا التورتل خلاص. اوكي، ده بحبه جدا، بيشغل دماغهم قوي. انا عندي ايتمز صغيره، يلا هندور عليها. دي طبعا ستوري صغيره، ان البرنسس دي زعلانه عشان الايتمز بتاعتها ضايعه، طب تعالى نساعدها، استخدم البنسل بتاعك، فين الايتم ده، فندور ونشغل دماغها. ده حلو قوي. كمان اهو زيه برده. اوكي، ميز هي بتموت في روبانزل والقصور ومش عارفه ايه وكده، طب شلنا صوره روبانزل وحطينا صورتها، ويلا حل الميز. اوكي، الشيبس عايزين نتعلم الشيبس. طب اتعلم الشيبس ازاي؟ هقعد اقول له سكوير؟ لا، يلا هنلون من كل الستار باليلو، فهندور على كل ستار، فاحنا اتعلمنا ستار ستار ستار. اوكي، جرين طبعا كل ده مكتوب الستوري بتاعته فوق انجليش او عربي. اوكي، الدوت دوت، ها هنراجع النمبرز من 1 لحد 100، هنمشي بقى على واحده بنراجعهم. لا مش هراجع، طب تعالى نلعب. حلو، هنلونها وبعد كده تمام. طبعا بصورتها مكتوب فوق، لازم هتقرا، ما هي ماما مش ماما هتقول لها انا مش عارفه، انت اقري بقى وحاولي. ده سن 6 سنين على فكره، بيعرفوا يقروا. بداوا يعرفوا يقروا. اوكي خلاص، طب يلا عرفنا الفارم انيمال. طب كده الفارم انيمال دول لوست، تايهين مش عارفين، طب يلا نقص ونرجعهم في مكانها. بس انت ده عملتيه انجي مع ابنك اول حد؟ اول كتاب نزل. ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، عايزين نتعلم كلمات انجليش. طب اتعلمها ازاي؟ طب يلا هنقرا كلمات على قدنا اهو. اوكي، سبون، فين السبون؟ هيقعد يعني يدور كتير، لقيتها، طب لون السبون، فهنطلع لوحه بس بعد ما اديته كميه حصيل الكلمات كتيره جدا. اوكي، ده كان اللي بنقوله، وهيقضي فيها على فكره وقت طويل. هي دي بقى يعني صفحه زي دي، هي بيج واحده زي دي هيقعد فيها ممكن يومين. فكره بقى زي ما حضرتك قلتي، طب ما هي الكتب دي موجود منها بره. بس هو لو اشتري له كتاب كالرنج بوك، هو هيلون صفحتين ويقول لك مش عايز، انا زهقت. تمام، انما لما ادي له كتاب في اكتيفيتي اللي هو عايزه، انت مش كنت عايز عرايس؟ اتفضل عرايس. مش كنت عايز هنا ولد مثلا كان بيحب كوره جدا، مامته قالت لي هو مغرم كوره. اوكي، طب يقدر بتاع البلانتس اللي كان معروض بره. ادي الستوري اهو، بعدها على طول الاكتيفيتي. قص بقى ورتب لنا زي ما اتعلمنا فوق، فين اقرب بلانت، طب فين ابعد واحد، طب احنا وبصورته هو استرونوت. حلو، طب انا عايزاكي تقولي لي اول كتاب عملتيه لابنك كان عباره عن ايه؟ اول كتاب عملته لابني، ده بعد ما عملته اتطلب مني ونزلته من اسبوع، ده كان انتراكتيف بوك، كتاب تفاعلي. انا ابني لسه سنه وست شهور، بفضل الكتاب ده ابني بقينا حافظين الانيمالز والفروتس والفيجيتابلز، سنه وست شهور حافظينها انجلش وعربي. الكتاب ده انا منزله الفيديو بتاعه برضو على الجروب، هو كتاب بيعيش معاهم العمر كله مش بيتقطع، عباره عن كروت تستخدم كاردس ولعبه التطابق، عارفه لعبه التطابق اللي بنشتريها، بس بدل اللي هي الايتمز اللي بتتفك وتضيع وتتعمل، لا بسكوتشات. اوكي، ومكتوب عندها كلها كلمه، كل كلمه فيها انجلش وعربي، فبقيت مثلا اخد معايا كل يوم 5 كاردز من كل جروب ونقولهم، طب اخر النهار يلا بقى انت رجعهم لزقهم. فهو بدانا مثلا سنه وثلاث شهور، هو دلوقتي سنه وست شهور، خلصنا كل ده، فلقيت ان الناس طب احنا عايزين ده كمان. بالظبط. يعني
نشكر ربنا الموضوع بقى. انت معاكي فريق عمل بيساعدك انجي ولا انت لوحدك؟ الكتاب ده ما ينفعش لوحدي، ما ينفعش. انا معايا ديزاينر تعبه معايا جدا اسمه ديفيد، اوكي ديفيد هاني معايا، لان الكتاب كل طفل لوحده، ما احنا اتفقنا الاول ان انا مش نسخه وبطبع منها، اوكي. فلازم كل كتاب زي ما حضرتك شفتي بالصوره بتاعته، اوكي، بالستوري بتاعته، فهو تعبان يعني. بشكره حقيقه. معاكي ديزاينر بس وانت اللي بتعملي كل الحاجات اللي انا بعمل الافكار وبجيب الاكتيفيتيز، بقعد معاه بس ان احنا عايزين نعمل كذا وكذا، وهو بيعمل لي الديزاين بتاع الكتاب. طبعا الكتاب بياخد وقت قد ايه عشان يتعمل؟ من ساعه ما ببدا فيه لحد ما اسلمه من اسبوع ل 10 ايام. المجموعه مش الكتاب، يعني انا مثلا باخد مجموعه 30 كتاب، اوكي، بنشتغل عليهم من اسبوع ل 10 ايام بيبقوا مسلمين. يعني انت بتاخدي اوردر على بعض كده، انه انا مش هتبداي تشتغلي الا لما يجي لك 30 كتاب مثلا او 30 عدد أوردر. كبير، لان كل الكتاب بياخد مجهود لوحده، فانا باخد اوردر مثلا 30 كتاب بنخلصه في 10 ايام ونبتدي ناخد بقى غيره تاني. طب انت شغالي على المرحله من اول سن سنه لغايه سن كام؟ لغايه دلوقتي ده من سنه ونص لحد 11 سنه، اللي هو يقدر عايز يقعد ويتحرك ويمسك ويعمل الانتراكتيف البوك تاني من 6 شهور، اللي هو ماما بتقعده ونبتدي نعرف بقى على الحاجات وكده. تمام. ردود افعال الامهات عامله ازاي؟ يعني لو احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله صعبه وفي وقت صعب شويه الى حد ما اللي احنا فيه ده، ايه اللي اتغير في اولادهم وقالوا لك اللي اتغير في اولادنا كذا؟ لسه امبارح في حد بيقول لي كنا طول النهار مقضينه على الموبايل، فاحنا خلاص ما بقيناش بنمسك الموبايل، بقينا بنصحى من اليوم يعني من نوم الصبح انا النهارده هعمل اكتيفيتي ايه. تمام. ناس تانية بقت تكلمني لا احنا الكتاب مش مكفي، يعني احنا طب بصي زود لنا مثلا بدل ال 20 كلمه 50 صفحه عشان احنا عايزين بس. فالموضوع بسطني جدا جدا. ان طب لكن الاطفال اللي عندهم او بيصابوا الى حد ما بالملل بسرعه، هو انا قصده بقى ابدا ان ايوه محدش مثلا فيهم قال لك لا انا ابني او بنتي ما حبش او زهق من الحاجه الفلانيه فنقللها ونكتر الحاجه الثانيه؟ في قال لي مثلا لو اكتيفيتي معين وعجبتني الموضوع ده قوي بلاش نكرره كذا مره. اوكي. لو مثلا البلس، لان فعلا الولاد الحاجه بالذات اللي لها علاقه بالدراسه بتتعبهم شويه فمش بيبقوا حابينها، بدانا فعلا لا طب خلاص نخلي الاكتيفيتي لو هتكلم عن الماث يبقى بكذا شكل. الفكرة واحدة بس نجدد بس في الأشكال. طموحاتك بقى كده وختاما لمبادرة كتاب لكل طفل. طيب، هو طموحاتي طبعا الموضوع يوصل لأكبر عدد أطفال، إن الكتاب يبسط كل طفل، تمام، ويقدر إن نرجع تاني فكرة القراية، نبعد الموبايل شوية عن الولاد ونديهم. الولاد على فكرة عندهم استعداد وربنا مديهم قدرات عقلية يعني جبارة، بس هم محتاجين اللي يدعمهم، بس محتاجين اللي يوصل لهم حاجة المعلومة بشكل لذيذ يعني بس. وبشكركم جدا على فكرة ان يعني انتوا تبنيتوا الموضوع اتكلمنا عنه. انجي انا بشكرك جدا جدا جدا. كانت معنا النهاردة استاذة انجي فوزي، مدرسة لغة انجليزية وكمان مؤسسة مبادرة كتاب لكل طفل. نورتينا جدا جدا يا انجي، واتبسطت جدا من الكتاب، وانا شخصيا عايزة اجربه. عناية الاثنين. حاضر. بشكرك جدا جدا. خلينا نقول معاكم مجموعة سريعة جدا من جالنا تبرع لبرنامج من يجدها. مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم بي وO على أن يكون السن من 22 سنة ل 39 سنة، وأرقام تليفون التبرع قدام حضراتكم على الشاشة. يوم الاثنين اللي جاي حلقة مهمة جدا 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 في برنامج من يجدها. عدى على من يجدها 10 سنين، لازم كنا نحتفل باليوم ده وبعدد السنين دي. فاستنونا يوم الاثنين اللي جاي، هيبقى معانا حلقة مميزة بمناسبة 10 سنين على من يجدها. ولو عايزين مننا بعد كده أي موضوعات حابين نتكلم فيها، أي اقتراحات من حضراتكم، وإحنا طول الوقت بنحاول إننا نغطي طلباتكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم بشكل مستمر. أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي قبل المعدة بساعة، وحلقة جديدة ومن يجدها.